زين، اخبارك؟ اهلا اهلا ماكريوسكي، استاذ ماكريوسكي، كيف الحال؟ تمام، الحمد لله بخير، الحمد لله تمام. كيف الحال؟ يا رب دايما نشكر ربنا في نعم. الحمد لله. الحمد لله. احنا مرة انا بتصل بلاقيك مشغول، وانت بتتصل بلاقيني مشغول، فاحترني معلش يعني. صدقني غصب عني، انا حتى لا انا بتكلم مع اللي كان بيرن عليا، افتكرت ان انت ممكن تكون رن عليا، بصيت لقيت فعلا فقفلت معاه وقلت ارجع له بعدين. لا، ما فيش مشكلة ولا يهمك. طيب احنا على اساس يعني هذه المكالمة، يعني على ال شو اسمه هذا الاتفاق المناظرة، بس معلش يعني قبل اتفاق المناظرة لو تسمح لي على موضوع أمس في المناظرة. طبعا بسبب ضيق الوقت وهكذا وكثرة الحديث عن بعض الأمور، فما تحدثنا عن موضوع آية زين للناس حب الشهوات. أنت قرأت في المناظرة زين أم زين؟ زين لنا، أنا قرأتها زين. أيوة، طيب هذه القراءة صحيحة؟ وأنا أعلم إن في القرآن اللي أنا أعلم إن في القرآن اللي بين إيدينا حاليا هي زين، بس أنا أعرف إن في قراءة من القراءات كان يقرأها البعض زين. أيوة، طيب أنت قلت في المناظرة إن هذه قراءة من القراءات العشر. من القراءات العشر ممكن تكون قراءة من أحد الصحابة. استاذ رامي، هحاول في عجاله ان انا الم الحاجات اللي اتكلم فيها الاستاذ زين. الاستاذ زين بيعتبرني ان انا راجل قارئ خطا لآل عمران 14 لما قلت زين للناس، وهو ما باكد عليك ان دي اتحداك انا بقى، انت عملت تحداني طيله المناظره، مش عارف تتحداني ليه يعني، ما بحبش حد يتحداني خالص انا، وعمال تتحداني وانا بتحداك انك تثبت للناس ان هذه ليست قراءه من قراءات العشر، من قراءات القران عندك. زين للناس، كارثة كارثة أن يكون أستاذ وشيخ ويدرس ويحفظ القرآن بتجويده ولا يعلم أن هذه قراءة من قراءات القرآن. إذا أنا حينما أقول زي، وبعدين ليست إشكال، ايوه، بس انت في المناظرة قلت ان هذه زينة من القراءات العشر وموجود التسجيل، تحب اسمعه لك ولا انت ناسي؟ يمكن انا قلت من القراءات العشر، بس هي هتفرق معاك انها قراءة من العشر او قراءة من احد الصحابة؟ يعني الصحابة كانوا أي... بيقرأوا خطأ يعني. لا لا لا، نحن عندنا القراءات المتواترة العشر، تمام؟ فانت، انا معي، شوف معي كتاب اسمه القراءات العشر المتواترة من طريق طيبة النشر. أنت ادعيت أني أنا جاهل وأنا لا أعرف القراءات ولا شيء وهكذا، وأنا ملزم بالقراءات العشر. شوف، أنا ملزم بالقراءات العشر المتواترة، هل تستطيع أن تخرج لي من القراءات العشر كما قلت أنت في المناظرة أن هي من القراءات العشر؟ هل تستطيع أن تخرج لي، بس لحظة، اسمعني بس اسمعني، أنت بتسجل يعني؟ أكمل كلمتي هذه وبعدها أقول لك. أنت يعني بتسجل يعني ايوه عايز تعمل شو بتسجل يعني؟ لا لا لا، مش شو ولا شيء، لا هذا انا، انت مش امبارح قلت لي انا لست سهلا، بتسجل انت قلت، ايوه انت قلت لي، ايوه. بتسجل. طب ثواني، هل من الاحترام، من الاحترام ان انت تسجل بدون ان تعلمني ان انت بتسجل؟ ما انا علمتك اهو، ده انت شايفه، ده انا علمتك. علمتني ايه؟ ده انا لما جبتني، انا لما جبتك بالفطنه ان انت بتسجل، يعني طريقه كلامك يعني لا انت لا، بتسجل انا بالفطنه عايز تسجل، انا اعلمتك الان لكن انت وانت على علم الان. بعدين اساسا نحن بص بنتكلم، انا شوف اقول انا لك فاهم حاجه، لك نقطة، انا اقول لك هذا القراءه التسجيل مسموح به، لماذا؟ مش عارف عن انا مش بين ايديا نصوص، لكن انا ممكن انزل لك دلوقتي ماشي. وابعث لك على خليك معايا، طيب افهمك، بس افهمك النقطة هذه على التسجيل. نحن بنتكلم في نقطة كانت محور نقاش امبارح في مناظرة على العام، فالتسجيل عادي مسموح لان بنتناقش في نقطة كنا بنتناقش فيها على العام. انت قلت امبارح في المناظرة واتهمتني انا بالجهل واني انا لا اعرف وهكذا، انا اطالبك الان طيب، ان انا اقول لك تخرج لي انا قرأ الطبع قراءة في زين كتاب، من القراءات العشر كما قلت، تفضل. بسم الله. انا ماليش دعوه، انا ليا تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب انت العزيز قلت من لابن القراءات عطية. العشر، ماشي ماشي ماشي، انت رد بقى على القراءه ده، قرأ الضحاك ومجاهد زين على بناء الفعل للفاعل، هذه من القراءات تفسير زاد العشر، المسيح. هذه من القراءات الشاذة غير المقبولة عندنا. القراءات مين اللي قال العشر، لك ان دي شاذة يا استاذ؟ شوي، لحظة لحظة يا استاذ لحظة، انا أجيب دلوقتي لك، بتكلم أجيب لك النص، أنا بناء، أجيب لك إنجيل الطفولة ثواني ثواني وإنجيل برنابة حتقبل ثواني بيه؟ بس، لو جبت لك إنجيل لا 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 برنابة وإنجيل الطفولة لا حتقبل لا بيه؟
طب انت هتديني فرصه اتكلم ولا هتاخد الحوار كله لا لحسابك؟ انت شوف، دعوتك امبارح في المناظره قلت بالحرف هذه قراءه من القراءات العشر واتحداك. وين هذه من القراءات؟ الضحاك ما فيش روايه قراءه من القراءات العشر اسمها الضحاك ولا مجاهد. وانا ما قلتش ان في حاجه اسمها قراءه اسمها الضحاك، لكن الضحاك انا اقرا الان. قراءة من القراءات ايوه بس مش من القراءات العشر، هذه قراءه شاذه غير مقبوله، لم يقبلها العلماء ولا نحن نؤمن بها اصلا ان هي قران. هذه قراءه شاذه جايبها لي. انت عندك بقى فين أي أنت ليش ما قرأتش؟ سؤال هنا، لماذا لم تقرأ من القرآن المعتمد عليه عند المسلمين؟ هذه قراءة شاذة غير مقبولة، ليست من المتواترة. هذه مثل، عارف تعرف إيه؟ مثل إنجيل الطفولة ومثل إنجيل يهوذا ومثل إنجيل برنابا. إنجيل الطفولة مش مضمن عندي أنا في التفاسير، عندي مش مضمن عندي. وإنجيل برنابا موجود وإنجيل يهوذا موجود. مضمن عندي في تفسير، مثلا تفتح تفسير مثلا موجود موجود موجود. تقول مثلا إن طيب يفسره مثلا يقرأه برنابا بقراءة أخرى، ده موجود. ما أنت موجود في كتابك سفر ياشر، تعرفه ولا لا؟ بعرف سفر ياشر. وأنت تعرف حاجة اسمها سفر ياشر؟ ده سفر إيه سفر ياشر؟ أيوه. مش موجود في كتابك؟ مش مذكور؟ أيوه. مين قال لك؟ مين قال لك إن ده أيوه مش مذكور إن هو سفر ياشر؟ وين سفر ياشر هذا؟ مين قال لك إن ده سفر بمعنى كلمة سفر زي ما أنت شايف إنه ده سفر؟ كيف مين قال لك سفر بمعنى ان هو سفر؟ النص يقول سفر ياشر كما هو مكتوب في سفر ياشر. انت مشكلتك ان انت شوف، ما طلعناش من الموضوع الاساسي. اسمعني يا استاذ. لا لا يا استاذ ماكريوس، اسمعني. انا الصغير، انت فتحت كلمه سفر ياشر وانا هجاوبك. لا 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 تمام، جاوبني عليها بس ما طلعناش من الموضوع الاساسي. انت ادعيت في المناظره، انت ستجيب على هذه النقطه، بس انت ادعيت في المناظره إن قراءة زينة من القراءات العشر تحديدا، يبقى تطلعها لي من القراءات العشر، غير ذلك لم أقبل. الآن الضحاك ومجاهد أتوا منين؟ هؤلاء من القراء العشر، من القراءات العشر، هذه مش من القراءات العشر. أنت ليش اعتمدت؟ أنت لما تعتم، لما تقول شيء تكون قد الكلمة، لما تقول إن هذه من القراءات العشر، أهو القراءات العشر أمامي، القراءات العشر أمامي، طلع لي زينة. طيب بناء على ايه؟ بناء، انا عارف التسجيل ده مش هيكون لصالحك على فكره، لان انت عادي ما فيش مشكله، صالحي مش من صالحي، طلع لي كلمه زينة من كتاب القراءات العشر، من القراءات العشر. اسمع، طيب انا هقول لك، اسمع بس، اسمع عشان التسجيل يطلع صوته حلو. اسمع، النهارده لما نيجي نفتح التفاسير هم قرأوا كلمه إيه؟ قراءه، طلع لي كلمه زينة من القراءات العشر باختصار، ما تدعيش ان هي من القراءات العشر وبعدين بتروح للضحاك ومجاهد اللي قراءاتهم مش موجوده ولا نعرفها ولا نؤمن بها. التفسير وجيز هذا اجتهاده الخاص، اجتهاده الخاص، احنا كمسلمين لا نؤمن بها ولا نتعبد بها ولا نصلي بها. لما انت تقول لي هي من القراءات العشر، القراءات العشر هي التي نتعبد بها ونصلي بها ونؤمن ان هي وحي من الله، طلع لي زينه من القراءات العشر. او تعتذر وتقول اني انا اخطات لما قلت ان هذه من القراءات العشر، الم تقل في المناظره ان زينه؟ قلت في، شوف جاوبني، قلت في المناظرة زينة من القراءات العشر أم لم تقل؟ قل لي بصراحة. خلاص اسمع، لواب التأويل في معاني التنزيل للخازن بيقول إيه؟ كل ذلك يدل على أن المزين هو الله تعالى. ومما ماليش علاقة المزين ولا غيره، أنا طلع لي كلمة زينة من القراءات العشر، أنا لما أحط شيء في راسي حطلعه على فكرة، حجيبه تفسير على كده. أنت قلت زينة من القراءات العشر، قلت عيب شيخ ومدرس قرآن وما يعرفش القراءات العشر، كله موجود في المناظرة هذا. طلع لي كلمة زينة من القراءات العشر المتواترة كما ادعيت. الآن في تفسير المحرر الوجيز. أيوه حتطلع لي زينة من القراءات العشر الآن؟ حتطلع لي زينة من القراءات العشر؟ هطلع لك قراءة مجاهد وطلع لك قراءة يا اسمعني، سمي لي القراءات العشر، سمي لي القراءات العشر، تفضل. انا اسمي لك ليه القراءات العشر؟ ايوه عشان لينا مجاهد والضحاك مش من القراءات مش من القراءات العشر يا رجل، مش من القراءات العشر. انت ادعيت زينا، انت جاوبني على هذا السؤال، قلت زينا من القراءات العشر ام لا؟ بس جاوبني على هذا السؤال. ولا متاكل من قراءات العشر وقراءات ايه؟ ما هو في قراءه، في ما تعرفش انت في قراءات شاذه؟ ما تعرفش انت الفرق بين القراءات العشر والقراءات الشاذه صح؟ القراءات الشاذه اللي هي زي انجيل برنابا وانجيل يهوذا وانجيل الطفوله والاناجيل اللي ما لا تؤمنون بها. تمام؟ اما القراءات العشر عندنا هي المعتمده والوحي والمتواتره. هذه انت ادعيت ان زينا من القراءات العشر. طيب طلع لي، تفضل، القراءات العشر امامي اهو، هذا عندي كتاب انا اسمه القراءات العشر، انا مستعد افتح لك الان.
صورة آل عمران لك مني، لك مني مليون دولار لو طلعت لي زينة من القراءات العشر. السعودية دول في التمويل بتاعك، خليك انت ليك المليون دولار. السعودية السعودية والله. طيب معاك الشيك بتاع اللي بيبعتوا لي بيه السعودية الأمواله؟ معاك الشيك؟ اه تعيب عليك مني 100، احنا مش بنتناظر ايه؟ طيب معاك الشيك اللي بتبعت لي بيه السعودية؟ والله اتحداك واتحدى اكبر كنيسة عندكم ان انا ممولني شخص واحد، اتحداك واتحدى اكبر كنيسة عندك. انا مش زي يسوع اللي كان بياخذ من اموال النساء، لا تستطيع ان تنكر هذا. وطلع لي زينة من القراءات العشر، ما تطلعش. انا ممول من السعودية ومن كل العالم، فطلع لي زينة من القراءات العشر. امبارح كانوا بعتي لي مليون دولار، حبعتهم لك. المهم طلع لي زينة من القراءات العشر، خليهم ليك. انا الفلوس ماشي تمام. طلع لي زينة من القراءات العشر المتواتر، اهو الكتاب معي ينتظر فيك. اسمع، قول ان مجاهد والضحاك كانوا يقرؤون قراءات على غير القراءات اللي موجودة في القرآن، وان دول انا ليس عندي الا القراءات العشر المتواترة التي نؤمن بها. انت الى الان لم تفهم كلامي، انت ادعيت بالحرف في المناظرة. اسمعك الان ما ادعيته في المناظرة يا استاذ رامي. حاول فعقال ان انا الم الحاجات اللي اتكلم فيها الاستاذ زين. الاستاذ زين بيعتبرني ان انا راجل قارئ خطأ لآل عمران 14 لما قلت زينا للناس، وهو ما بأكد عليك ان دي اتحداك انا بقى، انت عملت تحداني طيلة المناظرة. مش عارف تتحداني ليه، يعني ما حبش حد يتحداني خالص، وعملت تحداني وانا بتحداك انك تثبت للناس ان هذه ليست قراءة من قراءات العشر، من قراءات القرآن عندك. زينا للناس، كارثة كارثة ان يكون استاذ وشيخ ويدرس ويحفظ القرآن بتجويده ولا يعلم ان هذه قراءة من قراءات القرآن. إذا أنا حينما أقول زي، وبعدين ليست إشكالية، قلت في المناظرة هي من القراءات العشر. أنت لا تعرف القراءات العشر، والله أتحداك تعرف القراءات العشر. لا أعرف القراءات العشر. سميها لي الآن. مش عارف نافع عن أيوة، مش عارف اسمه إيه ده، نافع أيوة نافع. ها ومين كمان؟ مش عارف عبد الله بن كثير. تمام كمل. عاصم الكوفي. أيوة. حق الكوفي. أيوة. خلف. ايوه افتح الجوجل. تمام فتح الجوجل كويس مشغله امامه. جميل ايوه. هؤلاء طلع لي مثلا روايه، قل لي هكذا بالحرف، روايه ابن كثير فيها زينه، او روايه شعبه عن عاصم فيها زينه، او مثلا هكذا. هذه القراءات العشر، ما فيش مسلم يعرف بس قراءه من القراءات العشر اسمه مجاهد ولا الضحاك. اذا مره ثانيه قل، لو قلت في المناظره قراءه شاذه ممكن، بس لا تدعي في المناظره ان قراءه متواتره من القراءات العشر ثم الان تتهرب. الآن أنت مطالب يا أستاذ ماكريوس، مطالب تخرج لي من القراءات العشر المتواترة التي ليس منها الضحاك ولا مجاهد. أنت ليس لك أولا أن تتصل علي وتعمل هذا الكلام وتقول لي أن أنا نسيت أجاوبك امبارح. لا مش نسيت، لا مش حكاية نسيت. أنا كان وقتي ضيق امبارح، وأنا قلت لك أن قراءتك خطأ، وأصريت في المداخلة قلت لك قراءتك خطأ، وأنا كنت أرد على النقاط الأخرى. ما انا كان في امور ثانيه ممكن ارد عليها عليك فيها برضه. انت ما فيش مشكله ضيق. عادي نعمل حوار ثاني، بس طلع لي زينه من القراءات العشر. هذا لا يدل الا على شيء يا شيخ زين. ايوه تمام، طلع لي زينه من القراءات العشر تدل انك لازم تطلع لي زينه من القراءات العشر. صدقني انت امبارح كنت في مأزق. نعم في مأزق. زينه، طلع لي زينه من القراءات العشر، مش حتهرب منها هذه النقطه صدقني يا ماكريوس. نعم كنت في، لعلي كنت في مأزق، ممكن صلبوني وانا مش عارف ولا شيء، بس طلع لي زينه من الكتاب من القراءات العشر. انا اقول لك ايوه قل لي، هذه من القراءات العشر، هذه من القراءات العشر يا بني ادم، هذه من القراءات العشر. مقرف بقى كله بيزف بيحط بقى. أي أنا قلت لك أنت ادعيت في المناظرة في الحوار ما فيش قراءة متواترة ولا معتمدة عند المسلمين اسمها الضحاك ولا هذا الكلام. طلع لي من القراءات العشر كما ادعيت في المناظرة من القراءات العشر. إن لم تأتي به الآن ننهي المكالمة، مش ناوي أعطل وقتي يعني. طلع لي من القراءات العشر زينة، وإلا اعترف أنك أنت قرأت خطأ وأنت لا تعرف تقرأ القرآن. قل ذلك إذن. أنا مش هعترف، أنا قارئ عن قراءات صحابتك اللي هم أصلا مش عارفين القرآن بتاعك نازل إيه وعن تابعين. لا صدق، ما تهربش. الصحابة حفظوا القرآن في صدورهم عكس كتاب أناجيلك اللي كانوا مش عارفين أي شيء في الإنجيل ولا مع ثابت مين اللي كتب الأناجيل أصلا. طلع زينا من القراءات العشر، مش هتطلع من هذه القضية. فين الصدور؟ هو
لو في حفظ في الصدور هيقول لي ازاي زينا، طلع لي زينا من القراءات العشر، مش هتطلع من هذه القضيه. ايه انه قراها زينا على فكره، عدم اعطائك الى الان قراءه من القراءات العشر على كلمه زينا هذا يدل على ان تحديك فاشل، ولم تستطع ان تاتي بكلمه زينا في القراءات العشر. اتحداك كل القراءات القرآنية العشر المتواترة كلها قرأت زينة، وأتحداك تعطيني قراءة واحدة قرأت زينة من القراءات العشر المتواترة كما ادعيت أنت بالحرف. قلت يا شيخ زين في المناظرة، قلت يا شيخ زين هذه في القراءات العشر، وأتحداك وأنا مش سهل وأنا مش عارف إيه والكلام هذا. طلع لي الآن، مش أنت مش سهل، طلع لي من القراءات العشر اللي أنت مش عارفها، أو إذا عارفها طلع لي مثلا ببساطة شديدة. قل لي مثلا قراءة ابن كثير، قل لي ابن كثير فيها زينة بصراحة، أو قراءة حفص هكذا. إيه الطريقة دي؟ ما تهدى يا عم، اهدى ودي فرصة لغيرك. أنا هادي أنا سأعطيك فرصة لحد الصبح لو طلعتني من القراءات العشر. يا حبيبي أتفضل. أنا ناقل عن مجاهد والضحاك. هم قالوا من القراءات العشر؟ قراءة بقى أيوة، قراءة هذه من القراءات العشر، من القراءات العشر المتواترة الموحى بها من الله. هو يعني قرأ وحي تاني كان بيوحى إليهم؟ ما فيش قراءة وحي هكذا، هذه مش قراءة، هذه من القراءات الشاذة لو صحت أصلا، لو صح سندها أساسا. أنت ادعيت يا ابني، لما واحد يا أستاذ لما واحد يدعي يقول من القراءات العشر يحصرها في القراء المعروفين العشر، في القراء المعروفين العشر. إذا مفروض أنت ماذا قلت؟ قلت في قراءة شاذة تقول زينا، ممكن حنتحاور فيها ونشوف سندها أوكي، بس ما تقولش من القراءات العشر. قراءات العشر معروفة. أنا ما قلش إنها شاذة. أيوة، من القراءات العشر طلعها لي، من الأسماء القراء العشر، ما فيش هذا الكلام. إذا أنت تكذب وتدلس، وأنت تحديك فاشل. يا حبيبي المفسرين اللي جابوا الكلام ده وما قالوش ما قالوش من القراءات العشر. اتحداك واحد من المفسرين قال ان زين هذه من القراءات العشر كما انت قلت. اديني فرصه اتكلم ولا انت يلا طلع، اختصر لي الوقت، طلع لي الان اذا عندك قراءه زين من القراءات العشر. قل قراءه ابن كثير، قراءه عاصم، قراءه شعبه مثلا فيها زينه، بس غير ذلك اعتبره هروب. ما فيش فرصه تردح كتير ولا تديني فرصه اتكلم؟ تفضل. هتسيبنك اوصل معلومتي للنهايه وبعد كده انت تعمل لا تعمل. مش حسيبك الا في حال طلعت لي قراءه من القراءات العشر، هتهرب من هذه النقطه حقاطعك. انا ما بهربش، انا هرب. ايوه، طلع لي من القراءات العشر قراءه من القراءات العشر قالت زينا. على فكره في موقع جميل جدا انصحك به، حمله من سوق بلاي، اسمه مصاحف التيسير بالقراءات العشر، حمله وابحث في كل قراءات العشر، لو وجدت زينا تعال اعطيك اموال السعوديه اللي كما تزعم وتكذب. محتاج ان انت تديني، انا عندي القراءات ممكن اجيبها لك. ايوه، معاك القراءات العشر الان، قل لي اسم قراءه من القراءات العشر قالت زينا. طيب انا الضحاك ومجاهد مش من القراء العشر يا بني ادم. يا ربي، مش عارف كيف يفهم هذا. ماشي مش من القراء العشر هؤلاء، ولا معتمدين عندنا، ولا نؤمن بقراءتهم اساسا. يعني هم قراءة. انت ادعيت لما واحد، افهمني يا مكريوس، لما واحد يدعي يقول هذه القراءة من القراءات العشر بالحرف هكذا، يطلع يا اما القراءة عن نافع، يا اما القراءة عن عاصم، يا اما القراءة عن ابن كثير، يا اما القراءة عن الدوري، وهكذا. هؤلاء القراء العشر المعروفين، ابن كثير، خلف، حمزة، هؤلاء المشهورين والمعروفين، هؤلاء هم القراء العشر، مش منهم لا مجاهد ولا الضحاك. ما تكذبش مرة ثانية وتقول إن هذه قراءة من القراءات العشر. أنا ما تقولنيش ما لم أقل، أنا ما قلتش إن الضحاك ومجاهد من القراء العشر. أنا أيوة، وأنت معنى تمام، أنت امبارح في المناظرة قلت إن زينا من القراءات العشر. ما تلفش الموضوع. أنت امبارح في المناظرة قلت إن زينا من القراءات العشر. حلو. ليه أنا قلت كده؟ بص بقى. مش عارف ليه قلت كده، لأنك أنت كنت تظنها من القراءات العشر، لأنك ما تعرفش القراءات العشر. ما تستنى. طيب بلا ما اعرفش هتطلع لي من، مش حسيبك الا في حال طلعت لي زينا من القراءات العشر بس، هتهرب الموضوع اخر، مش حسيبك. كم قراءة عندك في القرآن؟ انزل عشر قراءة، عشر قراءات متواترة، طلع لي من العشر القراءات المتواترة هذه زينا. هذه القراءات المتواترة طلع لي زينا من العشر، من القراءات العشر. طلع لي زينا وحجاوبك على الدنيا كلها، طلع لي زينا من القراءات العشر عشان اخليك مره ثانيه ما تكذبش على القران. قل من القراءات العشر، طلع من القراءات العشر.
انا معاك. الكذب عندك، الكذب عندك انت لا لا، والكذب عندك انت، عندك انت، انت اللي بتكذب حاليا. لو مش انت كذاب طلع لي كلمة زينة من القراءات العشر واثبت اني انا الكذاب. يا شيخ زين، يا شيخ زين، انا بقول لك القراءات العشر المتواتره من ايام النبي. كيف من ايام النبي؟ ما فهمتش يعني. هذه هي القراءات المتواتره، يعني هذه هي المتواتره، يعني بس ما عندناش، مش حتلقى يعني اسم متواتر على غير هذه القراءات العشر. طبعا كله هو بيلف وبيدور عشان يطلع. يا جماعه يا اخوه يا اللي بتسمعوا هذا التسجيل، لو هو عنده كلمه زينه من القراءات العشر كان حيلف ويدور هذا اللف كله، كان على طول. تعال اسمع يا زين، في قراءه ابن كثير زينه، تفضل واسكت خلاص. هكذا هكذا كنت تعمل، بس انت ما عندكش. ما تسالنيش لحد ما تجاوب، ما تسالنيش لحد ما تجاوب، ما تعرفش تجاوب. ايوه اعتبرني ما اعرفش اجاوب، اعتبرني اي شيء. المهم انا مش هسيبك لحد ما تطلع زينه من القراءات العشر. لو مش هتطلع الان هغلق المكالمه، مش هضيع وقتي. اغلق يا حبيبي براحتك، بس ايوه نغلق وتتم المكالمه، انك ما طلعتليش من القراءات العشر زينه. جايب لي مجاهد والضحاك في تفسير مش قراءه متواتره ولا من العشر. اتحداك تكون قراءه الضحاك او قراءه مجاهد من القراءات العشر، ما فيش ابدا. هذه قراءه شاذه لو صحت اساسا، زينه في الضحاك مجاهد لو صح سندها اساسا. يعني هم قراءه شاذه، يعني هم كانوا يقراوا. ماليش عيب، انا طلع لي من القراءات العشر المتواتر عندي ورايا هذا خلفي. قراءات الشواذ، يعني هم كانوا بيقراوا قران زي انجيل الطفوله انت بتقول عندي، يعني ده الشواذ على فكره مش بالمعنى اللي في عقلك، مش اللي كان بمرسول رهبان زمان، لا، شاذه يعني مخالفه للصحيح. اعرف الفهم الصحيح لكلمه شاذه. ايوه انا فاهمك كلمه شاذ. اما ما انا ما تقولش شواذ، قول قراءات شاذه هكذا اسمها، مش شواذ. قراءات، حاضر حاضر. ايوه كانت دي هتريحك، تريحك كنت انا تريحني. لو انت تريحني طلعني من القراءات العشر الان بالاسماء القراء العشر المعروفه، واحد منهم بس قال زينا. انا مش عندي راحتك، لان انت اللي حطيت ايدك في ايدين ايوه مين بيتلاعب بيك، وهو قلب راحتك مش انا. ايش؟ انا مش هريحك. مين ماشي اريح المسيحيين اللي بيسمعوك الان وقاعدين يظنون انك انت يعني غير صادق. طلع لهم زينا من القراء العشر. ممكن في مسيحيين بيسمعوك في قناتك يعني، يعني لا لا لا، في كثر. انت جيت منين؟ ما انت، ما انت تسمعني، انت كيف راسلتني على الخاص؟ ما انت كنت بتسمعني؟ انا شفتك عمال تتنطط على بعض الناس. ايوه خلاص، معناته بتسمعني اهو، انت مسيحي وبتسمعني. كثر مسيحيين بيسمعوني، انت مش عارف. بس ما انت اصلا ما جيتنيش من الكنيسه الا لاني انا مؤثر في المسيحيين اساسا. مش انت شماس؟ يعني الكنيسه بعتتك؟ مش انت شماس؟ انا جاي لك. مش انت شماس؟ يعني عشان انا شماس يبقى مقعود. شوفوا شماس ومش قادر يطلع زينا من القراءات العشر، لا اله الا الله. يا حبيبي يا حبيبي، انا سالتك سؤالي الان. لا تسال من غير المنطقي تسالني وانا سؤالي ما زال قائما، من غير المنطقي هذا. مش قادر يطلع لي كلمه زينا من القراءات العشر. اشكرك، اذا ما لا تريد ان تطلع لي الان زينا من القراءات العشر نغلق المكالمه ونتفق بعد على المناظره. مناظرة ايه؟ هو انت شايف ان انت كده انسان، انت كده بتناظر اصلا؟ لا هذه مش من هذا، هذا اعتبره حوار عشان ابين انك انت غير صادق في قولك او تجهل الكلام، عشان ما تتهمنيش انا بالجهل. انا لا احد من النصارى يتهمني من بالجهل. ما انت انا نحن القران نحفظه في صدورنا. انت الان لو جبت لك نص من كتابك لا تعرف تقراه، مش القران، الكتابك مش هتعرف تقراه. فلا تتكلم معي ابدا في موضوع القراءه الخاطئه. صدقني وامام المسيح يا شيخ زين، لو أيوة. طلعت لك صفحه من الكتاب المقدس لاخليك عبره امام الناس الان. قراءه بس صفحه كده على قراءه امام المسيح، قراءه اخليك عبره امام متابع قراءه. تمام طلع يلا، ولا حتى تفهم. ايوه طلع، لحظه خليك معي. وانا اطلع لك صفحه واحده، صفحه بصفحه، ومن كتابك مش من القران، لان يعني القران عارفك حتطلع يعني بلح، مع احترامي لك لو قرأت القرآن. طلع لي صفحة من الكتاب المقدس وأنا أطلع لك صفحة. يلا. طبعا كل هذا إيش؟ هروب من كلمة زينة. خلاص نحن اكتشفنا يا إخوة الآن ليس عنده كلمة زينة من القراءة العشر. شكرا، طلع لنا يلا الصفحة هذه. لحظة بس عشان أنا مش معايا. شو هو طبعا يقول لي خليك عبرة وهكذا عشان كي يهرب، اكتبوها عشان يهرب من كلمة زينة في القراءات العشر. بس خلاص أنا أخذت الإجابة هكذا، إنك أنت ما عندكش كلمة زينة من القراءات العشر. والآن طلع صفحة من الكتاب المقدس أو أي صفحة. يلا أرسل لي الصفحة، منتظرك. أنا مش هرسل لك، إنسان أنا نفتح ونشوف الصفحة إيه. يعني انت تريد ان تكشف اني انا لا اعرف اقرا صح؟ تمام، وانا حطلع لك صفحه من كتابك لو قرات كلمه صحيحه انت معناتها ما شاء الله عنك.
صفحة بس من كتابك، صفر كلمة صفحة. إصحاح. طيب أنا جاهز الإصحاح بتاعي، خلينا نبدأ. أنت أقرأ سفر العدد 33، يلا ونشوفك تقرأه صح ولا لا، ما رأيك؟ سفر العدد، هاي لحظة خليني أفتح لك عليه. سفر العدد، أيوة الإصحاح 33، ابدأ من أيوة من العدد، ابدأ من العدد 5. فارتحل بنو إسرائيل، ده كده صح كده؟ ماشي صح أنا كده؟ لا ابدأ من العدد 5، ابدأ عدد 5، أيوة تمام. فارتحل بنو إسرائيل، فارتحل بنو إسرائيل من رعمسيس ونزلوا في سكوت، ثم ارتحلوا من سكوتة إيش ونزلوا إيش؟ في إيسامة. لا لا لحظة لحظة، إيش فارتحلوا في ونزلوا في سكوتة؟ سكوتة سكوتة ونزلوا في إيسامة. لا لا غلط، الكاف عليها شدة، سكوتة سكوتة. شفت ماشي، ونزلوا في دي بقى اسمع مكان يعني. ايوه بس عشان ما تقولش ان انا ما اعرفش اقرا. كمل. ثم ارتحلوا من إيسامة ورجعوا على فم الحيروس التي قبالك. لا فمي ايش؟ فمي ايش؟ صفونة. فمي ايش؟ على فمي الحيروسي، الحاء عليها كسرة، الحيروسي. الحيروسي ايوه كويس. حيحو هيك هكذا، حاحيحو. انت عندك حاجه حرقك ولا ايه اللي حاحيحو؟ لا 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 بعلمك زي ما بعلم الاطفال. انا على فكره عندي طلاب اعمارهم 12 سنه وهكذا، فمتعود يعني على هذا التعليم. تفضل كمل، مش انا ما بعرفش اقرا، هذا كتابك مش القران، تصور. ها كمل استاذ، انت كده بتدخل في امور. تمام تمام كمل قراءه. انت ما زلت، انا قلت لك لو قرات هذا الاصحاح صحيح فانت خلاص انت علامه في كتابك، لو استطعت ان تقرا هذا الاصحاح بدون اخطاء. القراءة انا ما عنديش اجر باخذه بالقراءة. مش انت قلت حتخليني عبرة؟ شفت من الان العبرة؟ كمل كمل، مازال كمل. والفتحة والضمة ايوه تمام كمل. مش انت حتخليني عبرة؟ مش انت حتخليني عبرة؟ تعال كمل. طيب كمل حتى لو اخطأت فيه. ماشي ماشي كمل يا سيدي، يلا انت كسبان التحدي. مش هكمل يا سيدي. لا 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 كمل كمل. انت كلامك يا شيخ زين بصراحة، انا نفسي اوري للناس المحادثة. انت ظهرت بوجه تمساح، ظهور وجه حمامه وبعدين وجه ايه الاسلوب ده؟ إيه تمساح ده؟ انا تمساح، مع ان كتابكم هو الذي قال لكم كونوا كالحيات، يعني انت حيه. انتوا هذا الان المثل ينطبق عليكم، انت كونوا كالحيات، الحيه خبيثه فيها السم تبث سمها وانتم تبثون سمومكم. كمل القراءه، مش قلت حتخليني عبره؟ انا مستعد اقرا كل كتابك ولن باذن الله لن تجد خطا واحدا. كونوا حكماء كالحيات يا زين خير الله. ايوه ايوه الحيه، الحية حكيمة هي. ايوه طبعا الحية حكيمة وخبيثة. تعرف ازاي انها تجيب خبيثة؟ خبيثة كويس، يعني انتم خبثاء كويس، جميل جدا. الله 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 الله، ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ خبيثة يعني انتم خبثاء. اكون حكيم، تعرف تديك الخبز بتاعها بصفة حكمة. ايوه ايوه يعني انت خبيث، انت خبيث كالحية صح؟ لا انا حكيم كالحية. لا بس انت قلت خبيث، قلت خبيث الحية. وكتابك قال لكم كونوا كالحيات، تتهمني أنا بالخبث وتمساح وأنت اللي طلعت أنتم الخبثاء. أنت الآن في موقف محرج. أيوة أيوة صح صح صح، لأني أنا اللي قرأت خطأ الآن، لذلك أنا في موقف محرج. صح 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 فعلا صح. أنا اللي بقيت عبرة، قال لي سأجعلك عبرة، والله الذي جعلك أنت عبرة. مش أنا ما جعلتكش عبرة على فكرة، حاشا، الله الذي جعلك عبرة لأنك تحديت موحدا. تحديت موحدا. موحد بايه؟ هو انت عارف موحد بالله مش بالاقانيم الثلاثه، الاشخاص الثلاثه. جالس على عرش ويتزر بإزار وله منكبين وله عقبين. كذب كذب، هذا الكلام اللي منكبين وهذا الكلام كله كذب، احاديث موضوع او كذب. انت لإله قال للمسيح، قال له قال الرب لربي. شوف كم رب عندنا، قال الرب في كتابك هذا نص، قال الرب لربي اجلس عن يميني. يا رب بيجلس عن يمين رب، هذا شركه. اشكر اشكرك رب بيجلس جنب رب ويقول لي انت مش موحد. كمل ايوه كمل كمل. طيب اشكرك لانك انت قرات خطا ولا طلعت كلمه زينه واعترفت انك خبيث، فلا داعي انك يعني معك. مع السلامه.